السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتنا الأعزاء. اليوم سنكمل ما بدأناه البارحة حول دراسة السوائل أو المواع بشكل عام في حالة الحركة. سبق وأن ذكرنا إحنا الصفات اللي أخذناها والأمور اللي درسناها كانت كلها تصب في دراسة المواع في حالة السكون، حساب الضغط في حالة السكون، حساب الكثافات، غيرها من الأمور. هاي كلها في حالة سكون. في الآن راح نشوف شنو اللي راح ينضاف إذا درسنا السائل في حالة الحركة. طبعا مثل ما تعرفون السائل عندما يتحرك راح يكون عنده سرعة معينة، يعني راح يقطع مسافة خلال وحدة الزمن، إذن هو راح يكون عنده سرعة معينة، راح يكون عنده، بما أنه عنده سرعة راح يكون عنده طاقة حركية، زين، أيضا راح يكون عنده ضغط كما هو الحال في حالة السكون، زين. فهاي الأمور كلها راح ندرسها ونشوف شنو اللي راح يصير. مراجعة سريعة ونحاول المسائل اللي البارحة حليناها هيك بشكل يعني سريع نحاول نحلها يدوين هسه اليوم الآن. فخلينا نبدأ من البداية. السرعة احنا ذكرنا البارحة، السرعة قلنا الإزاحة اللي يقطعها الجسم خلال وحدة الزمن، وعرفتوا شنو الفرق ما بين السرعة اللي هي velocity وما بين الانطلاق اللي هو speed. اكو فرق، السرعة كمية متجهة، اما الانطلاق فهو كمية غير متجهة. يعني على سبيل المثال انت قطعت ازاحة من هذه النقطة الى هاي النقطة، هاي ازاحة، هاي يسموها ازاحة. لكن اذا انت من هاي النقطة الى هاي النقطة مشيت بهذا المسار وصلت هنا، هذه يسموها مسافة. ليش مسافة؟ لانه مو ماخذين بنظر الاعتبار الاتجاه. يعني خلينا نقول شيء على شيء بغض النظر على الاتجاه، ايش كم كيلومتر انت قطعت، او انت دا تركض في مثلا ملعب مال كره قدم يكون بشكل بيضوي عاده او مستطيل، زين. فمن تركض هاي حول الملعب هاي ما عندك اتجاه معين، لكن سرعه عندك، سرعه ككميه عندك، مقدار عندك، لكن كاتجاه ماكو. اما بالازاحه لا، يكون كمقدار واتجاه، زين. وحداتها طبعا اثنينات، سواء كان مسافة يعني سرعة او انطلاق. هاي ازاحة هنا، والازاحة مرتبطة بيش؟ بالسرعة. المسافة مرتبطة بيش؟ بالانطلاق. سواء كانت سرعة او مسافة او انطلاق، راح تكون وحداتها هي وحدات طول مقسومة على وحدات زمن، وذكرناها البارحة وقلنا اذا كانت سرعة الجسم ثابتة، يعني اذا يصير بسرعة ثابتة فالتعجيل مالته راح يكون صفر، لأنه التعجيل هو مقدار التغير بالسرعة خلال وحدة الزمن، خلال الثانية الواحدة أنا إيش قد سرعتي تزيد أو تنقص، أو خلال الدقيقة الواحدة أو خلال الساعة إيش قد تزيد أو تنقص، هاي يسموه تعجيل. إذا السرعة خلال ساعة، خلال دقيقة، خلال ثانية ما تزداد ولا تنقص، فالتعجيل راح يكون عندي صفر. ممكن للتعجيل أن يكون موجب إذا كانت عندي سرعة متزايدة، أو قد يكون سالب إذا كانت سرعة الجسم متباطئة أو متناقصة. نجي على صفة أخرى، يعني من صفات الجريان. الآن هاي الخصائص ما نسميها خصائص الموائع، لأنه هو هاي الخصائص سواء السرعة أو معدل جريان، هاي مو خاصية من خصائص المائع نفسه، ولكن خاصية من خصائص الجريان. خصائص الجريان يعني الجريان ده تكون عنده سرعة معينة، الجريان ده يكون عنده معدل تصريف معين، بينما مثلا الكثافة، كثافة لا، خاصية من خصائص المائع. مثلا تجي على الكثافة النسبية أيضا نفس الشيء، اللزوجة، ها كلها خواص من خواص المائع نفسه. لكن الآن ده ندرس خصائص الجريان. فمن خصائص الجريان أيضا هو معدل الجريان أو التصريف نسميه الفلو ريت. عندنا معدل الجريان وعندنا سرعة الجريان. سرعة الجريان تكلمنا عليها بالسلايد السابق، أما الآن فعندنا معدل الجريان اللي هو الفلوريد. يقول هو كمية المائع أو هو كمية المائع المتدفق خلال المقطع العرضي. عندنا أنبوب على سبيل المثال، عندنا أنبوب وده يسري به مائع معين، ده يدخل به كمية من المائع، خلينا نقول على سبيل المثال 10 لتر بالدقيقة الواحدة، ده يفوت من هذه الفتحة، زين. العشرة لتر بالدقيقة، الفتحة الثانية هم تطلع منها 10 لتر بالدقيقة، لو أقل لو أكثر يفترض،
تصورون؟ كلش ممتاز، تكون متساوي بحالة واحدة، تكون غير متساوي شنو؟ إذا عندي لوسز أو يسموها فواقد. فواقد شنو؟ يعني مثلا عندك تسريب، طبعا هنا العشرة ما راح تطلع نفسها عشرة، يعني قسم من عندها راح يتسرب إلى الخارج. أو عندك مثلا إذا عندك قناة مفتوحة، مثلا هاي أنابيب، بس إذا قنوات مفتوحة طبعا تدرون بالقنوات راح يكون عندي تبخر، فبهالحالة راح يأثر، يعني العشرة ما راح داخلة ما راح تكون نفس العشرة، يعني بلس، يعني حتكون أقل، مو بلس وإنما حتكون أقل من العشرة بقليل، لأنه قسم من الماء راح يتبخر. لكن في حالة الأنابيب وهي تكون مغلقة وغير معرضة للتبخر وما بها تسريب، فالكيو الداخل، الكيو 1 خلينا نسميه، أو الكيو إن كيفكم شو تسموه سموه، لازم شو يساوي الكيو أوت أو الكيو 2. هاي حالة. فشي يقول هي معدل الجريان هي كمية المائع المتدفق خلال المقطع العرضي، هذا المقطع العرضي يعني مساحة المقطع العرضي، لمجرى أنبوب أو قناة في وحدة الزمن. يعني خلال وحدة الزمن ايش قد تفوت ديفوت مائع. هسه بقى شنو عندنا؟ بقى الكمية، تريد تحسبها على أساس حجم لو على أساس كتلة. إذا عندك انت عادة نحسبها على اساس كتلة، لكن اذا عندك انت شيء غير قابل للانضغاط حجمه ثابت فممكن تحسبها على اساس حجم. فيقول هي كمية المائع المتدفق خلال المقطع العرضي لمجرى انبوب او قناة في وحدة الزمن، يعبر عن معدل جريان المائع غير القابل للانضغاط كالسوائل كحجم. شوف هنا استفصل لك الكمية هاي، اما تكون كحجم في حال السوائل غير قابل للانضغاط، لأنه أقدر أعتمد الحجم باعتبار الحجم ثابت راح يكون، ما راح يكون متغير. فشي يقول لك؟ يقول لك يعبر عنها كحجم خلال وحدة الزمن بالنسبة للسوائل اللي تكون غير قابلة للانضغاط، أما المواعي القابلة للانضغاط كالغازات فيعبر عن معدل جريانها كوزن. طبعا هنا هاي هنا مو كوزن، ككتلة، يعني هاي هنا كتلة زين، كيلوغرام غرام وهكذا. فبشكل عام معادلة الكيو، الكيو هاي شو يساوي؟ يساوي الـ A في الـ V. هاي الـ A في الـ V مين جتي؟ خلينا نجي نشوف. الكيو هو بالأصل، الكيو احنا مو قلنا الـ V كابيتال اللي هي الحجم على الزمن، يعني أنا أجيب وعاء عندي حنفية هنا دصب ماء، حنفية أريد أعرف إيش قد تصريف هاي الحنفية، أجيب وعاء مدرج مثلا على سبيل المثال، وأجيب ستوب ووتش، ساعة إيقاف يسموها، تحسب لي الزمن. أفتح الحنفية راح يعني يتصرف الماء من الحنفية يجري خلال مثلا أحسب له دقيقة أو خلال دقيقتين، إيش قد هنا تجمع حجم أقسمه على الزمن دقيقة أو دقيقتين راح يطلع عندي شنو؟ التصريف. هذا هو ببساطة التصريف. زين، هسه من نجي نفصل بعد اكثر شو نقول؟ نقول يابا احنا هاي الفي منين جايه؟ الحجم، الحجم منين جاي؟ خلينا نجي نشوف الكيو تساوي التي نفسها، ما عندنا مشكله بيها، بس الحجم منين جاي؟ من يقول لي انا هسه هذا عندي انبوب ودي يجري بماء، شلون اطلع الحجم خلال مثلا دقيقه؟ خلينا نقول هذا الحجم، هذا الحجم اللي هو خلال دقيقه على سبيل المثال، هذا الحجم شلون استخرجه؟ أكو أحد عنده فكرة؟ مع طلاب أسمع منكم. ها أنا هسه شو أريد أحسب؟ أريد أحسب بالدقيقة الوحدة أو بالثانية الوحدة أو بالساعة الوحدة، يعني خلال زمن، خلال وحدة الزمن إيش قد حجم راح يصير يتحرك عندي خلال الدقيقة الوحدة، أو إيش قد حجم راح يطلع منها خلينا نقول. فهذا الحجم هسه هذا أنبوب أسطواني، شلون أحسب الحجم مالته؟ كلش ممتاز، مساحة الأسطوانة. زين مساحة الأسطوانة بعد شنو؟ وحدها مساحة الأسطوانة؟ مساحة الأسطوانة نعم، لا حجم هسه أنا أريد حجم. حجم الأسطوانة شو يساوي؟ أحسنت، حجم الأسطوانة مساحة القاعدة، هاي مساحة القاعدة، هاي مساحة القاعدة باللون الأزرق، الارتفاع هو ياهو راح يصير، هذا مو هذا الارتفاع راح يصير خلال ثانية واحدة،
خلال ثانية واحدة إيش كم متر أو إيش كم سنتيمتر أو إيش كم إنج أو إيش كم قدم مشالي خلال ثانية واحدة أو خلال دقيقة، هاي مرتفع هذا. إذن هذا المتر على الثانية مو سرعة، عفا هاي السرعة بعدين نرجع لها. هسه قالوا جماعتكم مساحة في ارتفاع، الارتفاع قلنا هاي المسافة مو صحيح، إذن أقول هنا أي في دي المسافة نرمز لها برنامج مثلا دي على تي. بعدين يجي واحد شو يقول لي هسه هذا حجم، أوكي افتهمنا، لكن وليش احنا دا نفصل هالتفصيل هذا؟ أقول له ها مو هنا شنو عندنا؟ عندنا الدي على تي شو يمثل لي؟ إزاحة على زمن شو تمثل لي؟ ها طلاب إزاحة على الزمن هسه حكيناها قبل شوي. نعم زميلتكم ايش قالت؟ قالت احنا عندنا Q يساوي الـ A في الـ D على T. قالت يابا الـ D على T هي سرعة، وصحيح كلامها إزاحة على زمن سرعة، فشو نقول؟ نقول ويساوي من هو الـ Q الـ A في الـ V، هاي الصغيرة الـ V كابيتال قلنا حجم، V صغيرة هاي هي سرعة، فالـ A في الـ V هي شنو؟ راح تكون عندي يساوي التصريف. فهنا ايش راح يصير عندي؟ احنا ايش حكينا؟ مو قلنا انه هذا انبوب، انبوب هنا الداخل الكيو الداخل كيو ان او كيو 1 او كيو كيفك يسمي اي لازم شيء يساوي الكيو اوت. فايش راح نقول؟ نقول يابا خلال انبوب مقاطع مختلفه راح يكون عندي الكيو 1 يساوي الكيو 2 ويساوي الQ3 ويساوي، شوف انت كم مقطع عندك، كم تغير عندك، تلاحظ شلون تصير المسألة. فراح نستخرج قانون يسموها يعني بالصفحة الثانية راح نشوفها بعد ما فهمنا انه التصريف يساوي مساحة المقطع العرضي في السرعة، هذا بالنسبة لل اذا اريدك حجم. اذا اريدك قبل ما ننتقل الى معادلة الاستمرارية، اذا اريدك ككتلة شو نسوي؟ كل شيء ما نسوي، احنا شنو عندنا؟ عندنا الـ Q تساوي قلنا الـ A في الـ V، مو صحيح؟ الـ A في الـ V او الـ Q وتساوي الـ V على T. زين اني هاي الـ V على T، الـ V اذا اريد احوله كتلة شو نسوي له؟ عندي هاي، تذكرون هذا المثلث رسمناه بوقتها، هذا هيك بهالشكل، هذا قلنا الكثافة تساوي الكتلة على الحجم، فاني اريد كتله شو اسوي؟ لازم اضرب عندي حجم احوله كتله، شو اسوي؟ اضرب بالكثافه، فهنا راح يصير شنو؟ رو، مو صحيح؟ هنا ايضا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي رو. فالقانون اذا كانت بالنسبه للغازات، اللي الغازات ما نقدر نقيسها على اساس حجم لانه حجمها متغير قابل للانضغاط، فنضربها في رو، نفس المعادله نضربها في رو حتى نحصل على الكتلة، كتلة خلال زمن، بينما هنا شو نحصل احنا؟ حجم خلال زمن. تشوفون الفرق وين؟ ما عندك نفس المعادلة بس تضرب في رو. نجي ننتقل الى مفهوم اخر هو معادلة الاستمرارية. شنو معادلة الاستمرارية؟ هذا الرسم اللي رسمت لكم اياه هسه راح ننتقل للصفحة الثانية. معادلة الاستمرارية، معادلة الاستمرارية شو يقولون؟ يقولون احنا هو ما يدي يطب داخل انبوب معين، هذا هسه هنا خلي ارسم لكم اياه، هذا مثلا انبوب هنا عندي زاد مقطع الانبوب مثلا، قل شوية رد مرة زاد مثلا، استقر وهكذا عدة مقاطع. هو شو يقولون؟ يقول يابا هو هذا انبوب يعني دا يدخل منه 10 مثلا 10 لتر بالدقيقة، زين، واللي يطلع المفروض هم هنا 10 لتر بالدقيقة لأنه قلنا ماكو فواقد، فهنا الخارج لازم هم 10 لتر بالدقيقة. وهذا شي يفسر لنا قانون حفظ الكتلة، بأن الكتلة لا تفنى ولا تستحدث، يعني عندك كتلة معينة ما ممكن تفنى. هسه واحد يجي يقول لي لا ليش ما تفنى؟ أنا هسه أجيب لي أي كتلة أحرقها راح تتبخر كلها، أقول له صحيح، المي كتلة من تجيب السخينة تبخر، بس انت من يتبخر الماء يعني تلاشى، يعني خلينا نقول انفنى
راح من الوجود؟ أقول لك لا، مجرد أنه تحول من حالة إلى أخرى. كان حالة سائلة، الماء كان حالة سائلة H2O، صار بخار حالة غازية، هم بعد H2O، هو H2O لكن في حالة غازية. فهي المادة ما تبخر، يعني تبخرت. التبخر هو مو تلاشي، التبخر هو تحول من حالة إلى حالة. وكذلك أي مادة أنت من حتى لو تحرقها، خلينا نقول، راح يتحول إلى حالة غازية. فالمادة لا تفنى ولا تستحدث. وتفيد هذه المعادلة بأن كمية المائع الجاري خلال وحدة الزمن في أنبوب، هذا مثلا على سبيل المثال، تكون ثابتة خلال جميع مقاطع الأنبوب. يعني شنو؟ يعني التصريف هنا خلينا نسميه Q1، نفس التصريف هنا هو Q2، نفس التصريف هنا بهذا التضييق هو Q3، نفسه هنا Q4، ونفسه هو الخارج اللي هي هو Q5. حيث تكون يعني الكيو ثابت في جميع مقاطع، حيث أن سرعة جريان المائع تتغير. زين هسه واحد يسألني يقول لي أنت مو قلت لنا هسه قبل شوية الكيو تساوي الأي في الفي؟ أقول له إي والله صحيح. زين يقول لي الكيو أنت تقول لي ثابت، يعني الكيو 1 تساوي الكيو 2 وتساوي، خلينا نقول كيو 1 تساوي كيو 2 على سبيل المثال حتى نضرب مثال بسيط. أقول له إي صحيح. يقول لي زين انت هسه افرض هذا الماي دا يجري بانبوب، هذا انبوب، وبعدين تضاعف مساحة المقطع العرضي مالته. اقول له ايه يعني شو تريد هسه؟ يقول لي يعني معناته ايش راح يصير؟ راح يصير عندي الكيو 1 حيساوي اي 1 في 1. اقول له ايه صحيح. والكيو 2 ايش راح يساوي لي؟ يساوي لي اي 2 في 2. اقول له صح. يقول لي زين انت مو قلت لي تضاعفت مساحة المقطع العرضي، يعني معناتها الـ A2 شو يساوي لي؟ يساوي الـ 2 A1. اقول له ايه. يقول لي المعادلة راح تصير بهالشكل، هذا A1 V1 يساوي 2 A1 V2. اقول له ايه صحيح. يقول لي زين شلون راح تتعادل المعادلة؟ شلون هنا صار المساحة صارت ضعف، وهنا بس A1، هنا 2 A1. أقول له مو السرعة راح تتغير عندي، السرعة راح تتغير حتى شنو؟ حتى تحافظ على هذا القانون اللي يقول أنه الكيو راح تبقى ثابتة. زين، فالأي متى ما زادت مساحة المقطع العرضي السرعة راح تقل حتى يظل التصريف ثابت. والعكس صحيح، إذا ضاقت مساحة المقطع العرضي أو قلت مثل ما نقول راح تزداد السرعة. والدليل هسه انت من تلدم بيدك صونده مال ماي وتدريد مثلا تغسل السياره او ترش الحديقه او غيرها، تلاحظ انت تفتح البورين ماي ده يجري بشكل طبيعي، تخلي اصبعك تقريبا نص الفتحه راح تسدها باصبعك. فشي يصير بالسائل؟ سرعته راح تزداد، راح يصل الى مسافات ابعد، صح لو خطا؟ سرعه السائل راح تزداد. فإذا ايش سويت انت؟ انت قللت مساحة المقطع العرضي، سديتها بأصبعك تقريبا نص الأنبوب، فالفتحة قلت هاي، فايش راح يصير؟ راح السرعة راح تزداد عندي. فشي على حساب شي. إذا نصل إلى معادلة هي الـ Q1 تساوي الـ Q2 وتساوي إلى ما لا نهاية من المقاطع المتوفرة عندي، وتساوي كونستنت هو ثابت. هذا بالنسبة لمن بشكل عام. نجي نفصلها. المواع المضغوطة، العفو، المواع الغير مضغوطة، هاي غير مضغوطة، غير مضغوطة، وهاي مضغوطة، مضغوطة، مضغوطة هاي هنا. بالنسبة للمواع الغير مضغوطة راح تساوي لي A1V1 A2V2 A3V3 وهكذا. بالمضغوطة بس راح أدخل وياها الكثافات، هاي تعرفوها. خل نجي نشوف شنو. خلينا نجي ناخذ هذا المثال، البارحه شرحت لكم اياه دكتور ناصر وانا شرحت، لكن هنا ويا الرسم تشوفون هنا شي يريد من عندي. يقول انبوب قطره 10 سنتيمتر يتوسع، هذا 10 سنتيمتر يتوسع ليصير قطره 15 سنتيمتر، هاي راحت. يقول جد التصريف خلال الانبوب، شي يريد الكيو، يا كيو ما يهمني. ليش؟ لان هو الكيو 1 راح يساوي لي شنو؟ الكيو 2. فأي واحد من عندهم معطياته موجودة هو راح يؤدي لي الغرض المطلوب، Q1 تساوي Q2. زين يقول جد التصريف، هذا موجود قدامكم، خلال الأنبوب
قلنا ما يهمنا A1 Q1 Q2 ما يهمنا، ما طول ماكو تفرع. إذا علمت بأن سرعة الماء خلال الأنبوب زين عندما يكون قطره 10 سنتيمتر، يعني شي الطاني هسه انطاني ال D1 يساوي 10 سنتيمتر اللي قدام المعطيات طلاب اكتبها حتى لا تدوخ بيها. زين قطر الثاني يتوسع ليصير قطره 15، D2 يساوي شنو؟ 15 سنتيمتر. زين يقول اذا علمت سرعة الماء خلال عندما يكون قطره 10 سنتيمتر، يعني شنو؟ يعني ال V1 اكتبها، تريد قدامها تريد جوا كيفك. ال V1 ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي 5 متر على الثاني. يريد حدد سرعة الماء خلال الأنبوب عندما يكون قطره 15 سنتيمتر، يعني يريد ال V2، يريد ال V2 ويريد من عندي التصريف، ايش قد التصريف؟ هاي مطلبين يريدها. السؤال جدا بسيط، لكن شنو بعض الطلبة الطلاب شي يسوي؟ يخطئ، يتعامل مع القطر كأنما ده يتعامل مع المساحة. هو في حين شي يسوي؟ لازم لي قدام أول شيء يحول، لأنه عنده سنتيمتر متر، فشي يقول هنا خلينا نكتب هاي شيء بهالشكل هذا. رأساً أنت من تشوف وحدات مختلفة، رأساً ويساوي 10 على 100، هاي راحت، يعني 1 بالعشرة، 1 بالعشرة، 0 1 بالعشرة متر. وهنا يساوي أيضاً نفس الشيء 15 على 100، وياي طلاب مو لو يعني صوت انفصل عنكم. اي انا اقول اسالكم بفترة اخرى، لان المرة صارت عندي ويا صف رابع، يعني ظليت احكي تقريبا نص ساعة وانا ما ادري اني فاصل من الميت، يعني لان انا من انتقل على الباوربوينت ما يعني ما اعرف انه بعدني بالميت او طلعت من عنده، فاسالكم بفترة اخرى. زين فهنا ايش راح يصير عندنا؟ حولنا متر، نجي نطلع بعد المساحات، لانه احنا ايش عندنا؟ عندنا المعادل الكيو، هو يريد الكيو. هسه يا معطيات متوفر عندي Q1 لو Q2 برايكم؟ المعطيات كامله Q1 لانه مطيني D1 ومطيني V1، فايش اقول؟ اقول يا Q1 شو يساوي لي؟ قانون مالت البسيط يساوي لي A1 V1، ال V1 موجوده بس استخرج ال A1. نقول يا A1 بما انه A1 تساوي باي D1 تربيع على 4، ويساوي باي، هنا عندنا عود مثل ذيك المرة، خلينا نحل غلط ونظل فرفر براس نعود عليه، نشوف الأرقام حتى تطلع مضبوطة. على 4 هنا ويساوي، طلاب تبعوا وياي حتى لا خاف مثلا رقم أنقله غلط شي. نشوف هنا بالحاسبة، هاي باي في 0.1 تربيع نقسمه على 4، مو صحيح، ايش قد يطلع عندنا؟ يطلع عندنا 0.0078، يعني خلينا نقول 8 تقربه. هذا شنو؟ متر مربع، متر مربع. هاي المساحة الأولى، تريد المساحة الثانية هم نطلعها لأنه احنا راح نحتاجها بعدين، خلينا نطلعها هسه المساحة الثانية، لو تريد نكمل وبعدين خلينا نكمل الـ Q1. هسه الـ Q1 صار جاهز عندي، أقول له الـ Q1 يساوي الـ A1 اللي هي 0.008 مضروبة في ايش قد؟ في 5 بالضبط، في 5 متر على الثانية، متر مربع في متر على الثانية، متر مكعب على الثانية، إذا الحل صحيح. نشوف ايش قد يطلع هنا، يطلع فد شي بـ4، يعني 0.008 في 5 0.04، هذا يصير متر مكعب بالثاني. هذا أول مطلب انتهينا من عنده. نجي على المطلب الثاني، المطلب الثاني شو يريد؟ يريد الـ V2. زين أنا الـ Q2 ما عندي، لكن شنو اللي أعرفه؟ أعرفه أنه الـ Q1 تساوي الـ Q2، فش راح أقول؟ رأسا راح أقول الـ Q2 معلومة، أقول بما أنه Q2 تساوي Q1، إذن وتساوي إيش قد؟ 0.04 متر مكعب بالثاني، هاي أول شيء. أقول إذن 0.04 يساوي
الاي 1 ايش قد الاي 1 العفو الاي 2 اي 2 في الفي 2 هسه نجي نستخرج الاي 2 نقول بما انه الاي 2 الاي 2 تساوي ايضا باي هنا راح استخدم دي 2 تربيع على 4 وتساوي ايضا باي مضروبه في 15% تربيع على 4 راح يطلع الناتج هنا نقول باي في 0.15 تربيع بعدين هنا نخلي 4 لا 4 جوا نخليه هنا 4 يطلع هنا راح امسح اريد امسح فشي هذا راح امسحه اللي فوق راح يطلع لي الاي 2 هنا الاي 2 راح تساوي لي 0.0176 يعني 8 متر مربع راح امسح هذا ايضا الاي 1 بعد ما نحتاجها خلصنا من عندها هاي هم بعد ما نحتاجها زين هسه شو يريد عندي نعوض بالمعادلة مالتنا هاي المعادلة مالتي اقول 0.04 اللي هي الكيو 2 اللي تساوي الكيو 1 قلنا تساوي لي الاي 2 يا هي الاي 2 هياتها 0.018 في الفي 2 اللي انا اريدها هسه بعد ترتيب المعادلة الفي 2 ايش راح تساوي لي راح تساوي لي 0.04 زين عيني تقسيم 0.018 خلينا نشوف ايش قد يطلع 0.04 هنا نقسمها على 0.018 يطلع 2.2 متر على الثانية ليش متر على الثانية لانه عندي اني قول وياي المساحة وين هالمساحة الاي 2 هاي المساحة متر مربع وعندي التصريف هذا الفوق اللي 0.04 شنو هو متر مكعب على الثانية فمتر مكعب راح تختصر وين متر مربع يبقى لي اصفاني متر واحد بس متر يعني متر اس واحد متر على الثانية هو هاي وحدات سرعة صار واضح طلاب هذا السؤال صار واضح كلش ممتاز سؤال بسيط بس انتبهوا لي يعطيك قطر يعطيك نصف قطر بعض الاحيان جزء ما يعطيك لا قطر ولا نصف قطر ايش يعطيك يعطيك محيط اذا اعطاك محيط شو يسوي المحيط شنو قانونه هذا السي خلينا نرمز له السي تساوي دي باي دي القطر في باي القطر في طاء تذكروا من كنا صغار طاء النسبه الثابته القطر في باي هذا المحيط فشو تسوي انت اذا ما اعطاك القطر انطاك المحيط الباي معلومه فقط الدي راح تساوي لي المحيط على باي هاي المحيط على باي فلا تدوخ يعني حتى لو اعطاك محيط انت تقدر قسمه راسا على باي طلع لك القطر انطاق قطر اهلا وسهلا باي دي تربيع على 4 اعطاك نصف قطر باي ار تربيع ماشي هاي بالنسبه للمساحه يعني بالنسبه للمساحه بعد شنو خلينا نشوف السؤال اللي بعده سؤال ثاني هذا شوية بفكرة أخرى يمكن بارحة ما أدري أخذتوه أو لا هذا شنو خلينا نقرأ هذا بتفرع يعني هذا بعد الـ Q1 أو الـ Qn لا تساوي لي الـ Qout العفو هي مو لا تساوي العفو تساوي الـ Qout لكن هنا الـ Qout هي عبارة عن فرعين اللي مثلا هنا نسميها Q2 و Q3 هاي Q2 و Q3 فمجموعهن نعم يساوي ل Qn هذا يساوي مجموعهن وليس يعني كل واحد على حدة خلنا نقرأ السؤال نشوف شنو اللي يريده من عندنا هذا حليته مثل البارحة لو يعني حليته لو ما حليته يعني نفسه حليته يعني أحلله عبره
خلي أحل حتى تصير المحاضرة كاملة بالتسجيل. على كل حال هنا شي يقول؟ يقول أنبوب قطره 30 سنتيمتر، يا هو 30 سنتيمتر، هذا 30 سنتيمتر، ينقل ماء ويتفرع إلى فرعين كما موضح بالشكل. قطر أحد الفرعين 20 سنتيمتر، هذا هياته الاثنين، هذا 20 سنتيمتر. احنا خلينا نسوي هيك احسن. هسه هذا منا قلنا 30، هذا منا قلنا 20، وعندنا ايضا وقطر الفرع الاخر 15 سنتيمتر، يعني اقل من الفرع الاول اللي هو الفرع يعني اللي فوق. وكان معدل السرعه عند الانبوب الرئيسي مطيني هياته، معدل السرعه 2.5 متر بالثانيه. شي يريد؟ يريد جد تصريف هذا الانبوب. هذا الانبوب ايش قد يصرف لي مي؟ يعني يريد بمعنى اخر الكيو 1 هسه Q1 مجهولة. طبعا هي كل الكيوات مجهولة، Q1 Q2 Q3، فاحنا نحسب هسه تصريف الانبوب الرئيسي Q1. بعدين شي يقول؟ ثم احسب السرعة عند الانبوب ذي القطر 15 سنتيمتر. يريد السرعة هنا هاي V3 مجهولة. إذا علمت أن معدل السرعة عند الأنبوب ذي القطر 20، مطيك إياها جاهزة 2 متر على الثانية. هسه نجي شو نسوي؟ نجي عليه وحدة وحدة. شو يريد أول مطلب؟ يريد عندي الـ Q1، ثاني مطلب يريد الـ V3. بعد عندي شي لاخ؟ ما عندي. خلنا نجي وحدة وحدة. الـ Q1 شو يساوي لي؟ Q1 تساوي على قانوننا A يا A، الـ A1 V1. زين الـ A موجودة عندي؟ ما موجودة، استخرجها. الـ A1 تساوي هم نفس الشيء، شلون هذا السؤال السابق باي دي تربيع على 4، يعني ما بيفت شيء، يساوي باي، هنا رأسا راح احول 30 يصير 0.3 تربيع على 4، حولتها متر، يطلع الناتج ايش قد المفروض؟ طلع الناتج هنا باي عندي مضروب في 0.3 هنا تربيع بعدين على 4، يطلع هنا 0.07. 0.07 شنو الوحدات مالته؟ متر مربع، لانه انا حولته الى متر. هذا اول مطلب اللي حيساعدني باستخراج الكيو. السرعه موجوده؟ نعم موجوده. وحداتها متطابقه؟ نعم متطابقه. اذا راسا تطبيق مباشر، الكيو 1 تساوي الاي 1 صار 0.07 متر مربع مضروبة في 2.5، فهسه راح يصير 0.07 مضروبة في 2.5 يطلع 0.175. هذا شنو؟ من يقول لي وحداته؟ كلش ممتاز، متر تكعيب على ثانية. هذا المطلب الأول خلصنا من عند هذا حلينا. نجي على المطلب الثاني والأخير اللي هو شي يريد الـ V3. هنا شوية لازم أريد واحد يفكر وياي، شو راح نطلع الـ V3؟ منو يقول لي المفتاح وين؟ يلا طلاب، يلا نشاط أريد. أريد واحد يعطيني المفتاح، شو راح نسوي؟ ايه كلش ممتاز، هذا المفتاح. اجي اقول Q1 مو انا شريد هسه حتى اطلع الـ V3 احتاج الـ Q3، مو صحيح؟ لا بس لا تنقلب الصفحة. فد لحظة طلاب، احتاج الـ Q3 مو صحيح؟ زين زميلتكم ايش قالت؟ قالت احنا شو نقول المفتاح مالتنا شنو؟ عندنا الـ Q1 اللي هو الرئيسي، شي يساوي لي مجموع الفرعيات. الفرعيات شنو هي؟ Q2 زائد Q3. زين الان Q1 معروف هياته 0.175، استخرجناه سابقا هذا نفسه يساوي. زين هسه هنا Q2 شلون استخرجه؟ يساوي Q2 زائد Q3. Q2 ما عندي، لازم شو اسوي؟ استخرج الكيو 2 على صفحه، كيو 2 تساوي
A2 V2. A2 V2. ال V2 ما مو ال A2 ما موجودة عندي، أستخرجها أقول ال A2. شوفوا يعني الحل هو دي يدليني. أنت دائما ابدي من المطلوب، خلي المطلوب معادلة مالته، هو يدليك شوي شوي. ال A2 ما موجود، ال A2 أستخرجه، معادلة بسيطة، هاي باي دي تربيع على 4، اللي من كثرة ما نقولها حفظناها أكثر من أسمائنا. إيش راح يصير؟ راح يصير باي ال دي تربيع، هو إيش قد طلعناه إحنا هنا؟ 20، يعني 2 بالعشرة، 0.2 حول رأسا تربيع على 4. نشوف الناتج قد يطلع. رأسين نقول له باي في 0.2 تربيع، بعدين نقسمه على 4، يطلع لي 0.03، يعني 1. هذا شنو هو؟ متر مربع. ليش متر مربع حولته أنا هنا؟ لأنه حولت رأس استخدمته متر. هذا هسه وين أخليه؟ أخليه مكان الـ A2. راح أمسح حتى لا تصير هوسة، راح أمسح هذا هسه كله، هذا راح امسحه. بس هذا الرقم هنا نكتبه، نقول ويساوي، ويساوي، لا 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 زين. طلاب هسه احنا شنو قلنا؟ قلنا الـ A2 تساوي 0.031 متر مربع، هاي راحت. نجي هذا الـ A2، الـ Q2 راح تكون عندنا سهلة، لأنه شو يساوي الـ Q2؟ يساوي لي الـ A2 في الـ V2، اثنيناتهم موجودات صارت عندي متناول اليد، يعني تصير الـ A2 0.031 مضروبة في الـ V2 اللي هي 2 متر على الثانية، فيصير عندنا 0.062، مو صح؟ متر مكعب على الثانية. مضبوط، 0.062. هسه شي يريد احنا الكيو 2 ليش استخرجنا؟ يعني عندنا المعادلة الأولية اللي هاي اللي مسحت قبل شوية، الكيو 1 شي يساوي؟ يساوي كيو 2 زائد كيو 3. أنا الهدف مالتي شنو هو؟ كيو 3 حتى استخرج منه الفي. زين الكيو 1 استخرجته سابقا، الكيو 2 كان عندي نقص يعني الآن كملته، فصار عندي هسه الكيو 1 ايش قد طلعناه بال 0.6؟ ايش قد والله ما تتذكرون؟ الكيو 1 اذا ما تتذكرون ترى احلها من جديد. 0.0 يمكن، اي يمكن 8 ولا 7 كان 7، يلا مو مشكله سامحوني اذا رقم زايد ناقص. 8 هاي 8 يساوي الكيو 2 اللي هو 0.062 زائد الكيو 3. هسه راسا الكيو 3 استخرج، الكيو 3 راح يساوي لي مجرد بس انقل ال 0.62 انقلها للطرف الاخر، فيصير 0.008، هاي هي اصليه، انقل لها 0.062 وغير اشارتها، راح يصير عندي الناتج 0.008، اطرح من عنده 0.062 ويساوي. طلاب اكو نقطة، اني يعني متعمد انه ما اخلي الاجابة مطبوعة وكاملة، يعني هي موجود السؤال محلول كامل عندي، بس ما اجيبها كوبي واخلي لكم اياها حتى يصير تفاعل، مثلا حتى من واحد يحل بيده خطوة بخطوة، مو مثل ما يشوف الارقام جاهزة قدامه وراح تكون الشغلة يعني شلون مجرد روتين. فنحل قدامنا وتشوفون الثاني وياكم، دا احسب حتى حاسب بصفي خال ودا احسب وياكم حتى في سبيل ان الخطوات تشوفوها على كيفكم. زين الكيو 3 صفر بوينت ايش قد؟ 0.0175 لو رأس 175.
175 هيجي قصدك؟ ممتاز، عايز تيدك. إذن هنا أيضا نفس الشيء يصير، 0.75 0.175 نطرح من عدها 0.062 راح يصير عندنا 113. طلاب يعني انت السؤال انت تشوفون هاي مرات مو نقلب صفحة مثلا ارقام جسمه متأكدين من هالشيء، فانت السؤال من تحله هم حله وشوفه، اهم شيء الخطوات اهم شيء صحيحة. بس هنا راح يطلع عندي 0.113 ايضا متر مكعب بالثاني. بعد هذا بعد ما خلصنا ما بقى عندنا شيء، ها هي بقى تريد الفي 2، فراح اقول يا ب كيو 3 اللي هو 113 راح يساوي لي الاي 3 مضروبه في الفي 3. انا شري اريد الفي 3، الاي 3 استخرجها بس مجرد استخرجها ما اعطيني قطر، اي 3 تساوي باي دي تربيع، طبعا هاي دائما نفس المكان اللي جوه تنكتب هاي المعادله ما ادري ليش ما المساحه. باي الدي تربيع راح تصير 0.15 تربيع وياي طلاب على 4. نحسبها ايش قد تطلع. انتوا اذا هم حسبوها وياي يعني حتى شو اسمه خاف اني اغلط بالحساب، 0.15 هاي تربيع بعدين نخليها على 4 على 4 يساوي 0.018 متر مربع. اجي اطبق راح امسح هاي الفوق ذني هاي نمسحها. راح شو يصير عندنا؟ راح يصير عندنا نجي بس نطبق كيو 3 هياته 0 و113 يساوي المساحة 0.018 في ال V 3. ال V 3 راح يساوي لي شقد؟ راح يساوي لي هذا الرقم اللي هو 0.113 بالألف تقسيم على 0.0 يعني 0.18 بالألف، راح يطلع عندي الناتج إن شاء الله يكون معقول يعني رقم مو غلط، 0.113 تقسيم 0.018 يطلع 6.27 متر على الثانية. ها طلاب مضبوط الأمور؟ ماشي. مثل ما قلت لكم احنا شوية هاي العملية مو تصير مثلا قد يكون الأرقام ها هنا خلينا نجي نشوف. عندنا السرعة الأولى مال الأنبوب الكبير اللي هو 30 سنتيم 2.5 زين، هنا العشرين ايش قد سرعته؟ 2 متر على الثانية. الخمسطعش سرعته تزيد لو تقل المفروض؟ تزيد. أني ها كلش ممتاز، أني السرعة مال الفي 3 والفي 2 ما أقارنها ويا الفي 1، ليش؟ لانه ال V1 هذا رئيسي اقارن اثنيناتهم فرعيات فاقارن هاي ويا هاي كاقطار. فايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي هنا ال20 اللي هو قطره اكبر سرعته راح تصير 2 اقل، بينما هنا السرعه ايش قد صارت؟ صارت 6.27 قطر اقل سرعه اعلى، قطر اعلى سرعه اقل، هاي سرعه اقل. واضح؟ واضح طلاب؟ ننتقل للسؤال اللي وراء. زين هذا السؤال الآخر، السؤال الآخر طلاب سجلتوا حضور؟ سجلتوا حضور؟ كلش ممتاز. إذن هذا السؤال، هذا السؤال أيضا لا تشوفوا هو كلش كبير، هاي ترى أيضا شغلاته بسيطة وخلنا نجي نشوف شنو يريده من عندنا. يقول ما يجري خلال أنبوب اللي هو هذا الـ AB مقسمه الى مقاطع AB BC و CD و CE. الـ AB قطره 1.2 متر، 1.2 متر الماء يجري خلاله بسرعه مقدارها 3 متر على الثانيه.
ثم يمر خلال الأنبوب بي سي، هذا البي سي لشوية قطرة أكبر، والذي قطره 1.5 متر، قطرة أكبر من الأي بي. عند النقطة سي يتفرع الأنبوب، هاي هنا يتفرع إلى سي دي، هذا سي دي وسي إي. سي دي قطرة 0.8 متر أو 8×10 متر. تصريف السائل فيه ها هنا ايش منطيني؟ منطيني يعني التصريف نسبة إلى التصريف في الأنبوب أي بي، فش كاتب لي؟ تصريف السائل هو ثلث تصريف السائل في الأنبوب أي بي، فإذا أنا صار عندي الكيو مال أي بي حاضر فراح أقدر أضربه في ثلث أو 1/3، راح أقدر أعرف التصريف مال الكيو سي دي مال هذا الجزء. ما راح استخدم الكيو 1 وكيو 2، راح استخدم الرموز مثلا كيو اي بي كيو سي دي وهكذا. يقول وكانت سرعه الجريان في الانبوب الفرعي سي اي، هاي السرعه تساوي 2.5 متر على الثاني. يقول جد معدل التصريف عند الانبوب الرئيسي، اول شيء يريد معدل التصريف، يعني خلينا نكتبه هنا، يريد الكيو اي بي، هذا اول مطلب. وسرعة الجريان عند الأنبوب سي دي، سرعة الجريان يعني في يا مقطع سي دي، هذا سي دي اكتبها صغيرة، وقطر الأنبوب سي اي، يعني يريد الدي مال شنو؟ مال السي اي. ثلاث مطالب يريدها من عندنا، خلينا نجي نشوف شلون راح نقدر نحلهن واحد واحد. نجي على أول مطلب اللي هو شي يريد، يريد الكيو اي بي. الكيو اي بي شو نقول احنا؟ نقول يابا الكيو معادلته بشكل عام، الكيو اي بي هي كل يعني كل كيو ايش راح تساوي؟ راح تساوي للاي للاي بي مضروبه في الفي المن للاي بي. ماشي خوش، الفي للاي بي شقد موجوده عندي؟ 3 متر على الثانيه. الاي موجوده ايضا لكن بطريقه غير مباشره، منطيني قطر، فاقول الاي اي بي تساوي باي دي اي بي تربيع على 4. تريد تسويها دي 1 دي 2 انت بكيفك التسميات. هنا راح يصير عندي، راح يصير باي ال 1.5، هي راسا هنا متر معطيني اياها، تربيع على 4. شوف ايش قاعد يطلع الناتج، الباي مضروبة في 1.2 تربيع نقسمها على 4 راح يطلع عندنا هنا 1.13 متر مربع. هذا بالنسبة للاي بي. اذا هنا نقدر شو نقول؟ نقول هذا الرقم راح نعوضه، هذا الرقم راح نعوضه هنا. فش اقول؟ اقول كيو اي بي المطلب الاول اللي تريده من عندي يساوي الاي بي استخرجتها 1.13 مضروبة في الفي اي بي، الفي اي بي هي 3 هياته، 3 متر على الثانية مضروبة في 3 يساوي 1.13 مضروب في 3 يساوي 3.39 متر مكعب بيش بالثانية الوحدة. هذا أول مطلب، هذا أول مطلب. إذا هنا حكيت به 3.39، هذا أول مطلب صار عندنا صحيح، متر طبعا متر تكعيب بالثانية. راح أمسح، راح أمسح حتى ننتقل للمطلب الآخر، بس حفظونا الأرقام. هسه أرقام اكتبتها طلاب. هسه شو نسوي بعد ذلك؟ المطلب الثاني الفي سي دي، منو يعطيني الفكره مالته او المفتاح؟ الفي سي دي شو راح نستخرجه؟ نعم فد لحظه وياي الكيو، فد لحظه خلينا نكتبها الكيو المن، خلينا نكتبها باللون الازرق، الكيو للاي بي
تساوي شو تساوي؟ إيه؟ كيو للسي دي ممتاز زائدا كلش ممتاز عندي تفرع كلش ممتاز صار عندي معادلة هذا الكيو اي بي شكرا شكرا لكم الكيو اي بي موجودة 3.39 الكيو سي دي ايش راح اضطر راح اضطر استخرجه مثل ما استخرجت منه الكيو اي بي فايش راح اقول راح اقول يا بالكيو سي دي يساوي باعتبار المعطيات مالته بس لحظة المعطيات مالته هنا هنا ايش راح يصير عندنا هنا شوف لاحظ ما منطينا سرعة السرعة مال بي سي ما منطينا اياها مو صحيح فايش راح اسوي اقول ما احتاجها انا ليش انه هو الكيو اللي هنا هذا الكيو بي سي نفسه هو الكيو شنو اي بي فاني راح شوف هنا زي ما قلتكم اتجاوزت البي سي ليش لان هو الكيو اي بي يساوي الكيو بي سي ويساوي مجموع ذني الكيو سي دي والكيو سي اي فراسا تجاوزنا البي سي ليش انا ما عندي معطياته فانا ايش اقول اكتفي بهذا القول اقول انه الكيو اي بي هو نفس الكيو بي سي وخلاص فهسه الكيو سي دي معطياته موجوده خلينا نشوف منطيني القطر مالته وش ما عندي سرعه هنا شلون استخرج الكيو سي دي يلا شلون استخرجه ذهب ذهب عاشت ايدك ايش راح يصير عندي كيو سي دي يساوي ثلث منو كيو اي بي كلش ممتاز ويساوي ثلث مضروب الكيو اي بي ايش قد طلعنا 3.39 ها هي لا ادوخ بسرعه ولا قطر ولا مساحه مو صحيح هو دي يقول لي سهل لي الامر فايش راح اسوي راح مجرد اضرب الثلث في هذا الرقم اضربه في 1 تقسيم 3 ويساوي 1.13 هنا شنو الوحدات راح يصير متر مكعب للتصريف عندي على الثاني هذا الكيو سي دي وين اعوضه اجي اعوضه هنا راح اقول يابا 3.39 هيا هي الكيو اي بي هاي يساوي 1.13 اللي هسه هاي اشرت عليها بالسهم زائدا الكيو سي اللي انا هسه اريده لانه هو ده يعني محتاجه اني حتى اطلع الفي سي دي الكيو سي اي ها العفو اسف هاي خطوه لاحقه اني سبقت الاحداث آسف هاي هنا بعدين نجيها إذن هنا ما يحتاج هاي رأسا شو أقول هنا هاي هنا هيك نكتبها ما يحتاج هاي أقول كيو سي دي يساوي ثلث كيو أي بي لأن أنا استدعت على السي دي دا أحل هذا المطلب الكيو سي دي يساوي ثلث طلعته فش راح يقول أقول يابا الكيو سي دي هذا يساوي الأي سي دي مضروبة في الفي سي دي هو شيء يريد البي سي دي الاي موجوده نعم موجوده مطيني القطر 0.8 فمجرد استخرجها اقول الاي سي دي راح اكتبها راسا بدون ما هاي اقول 1.13 يساوي الاي سي دي راسا راح احلها هنا باي دي تربيع اللي هي 0.8 تربيع على 4 واضربها بالفي سي دي اللي هو مجهول انا اريده في سي دي هسه راح امسح هاي المعادله هذا هم نمسحها 1.13 خلينا نتذكره بعد ترتيب المعادله وعزل المتغير اللي انا اريده على صفحه واحده اقول في سي دي يساوي ال 1.13 مقسوم على الباي في 0.8 تربيع كان المفروض نعرف الناتج ايش قد بس مو مشكله ويساوي هسه نشوفه هنا نقول 1.13 مقسوم على باي في 0.3 تربيع انه بنقسمه على 4
يطلع الناتج 15.98، يعني 0.9 خلينا نقول، يعني المفروض تقريبا 16 يطلع، يعني اذا اريد نقربه لان كلها ارقام كبيرة. 16 تقريبا، 16 متر على الثانية. طبعا هاي تعتبر سرعة عالية، يعني 16 متر على الثانية. قسمنا التصريف قسمناه على المساحة طلعت لنا السرعة. بعد ذلك اذا هذا المطلب الثاني ايضا صار عندي هنا 16 متر على الثانية، هذا المطلب الثاني. المطلب الاخير اللي هو هسه قبل شوي كنا نشتغل به، المطلب الاخير هو بس حفظوا لي الكيو سي، هذا حفظوا لي الرقم، ما راح امسحه، 1.13 راح نحتاجه. هذا المطلب الاخير يقول الدي سي اي، يعني شنو؟ يعني نريد القطر. فاحنا شنو نسوي؟ لازم اول شيء المساحه بعدين القطر. فشنو نقول؟ نقول يابا احنا عندنا الكيو سي اي يساوي الاي سي اي في الفي سي اي. الاي سي اي ما موجوده عندي، هو يريد من خلالها طلع القطر. الفي سي اي موجوده، والكيو سي اي اجي لازم شو اسوي؟ هاي المعادله اللي مسحتها قبل شويه، قلت لي كيو اي بي يساوي كيو سي دي اللي هي هذا 1.13 هياته، زائدا كيو سي اي. هاي قبل شوي المعادله قالتها زميلتكم، بالعكس صارت سي اي. هسه تعال ذك، ها كيو اي بي هياته موجود 3.39 يساوي كيو سي دي موجود 1.13 زائدا كيو سي اي اللي انا اريده حتى اكمل الحل. هاي احنا نمسحها بعد زين. الكيو سي اي راح يصير هنا عندي 3.39 تبقى مكانها، 1.13 تروح لها تصير بالسالب، ويساوي 3.39 نطرح من عندها 1.13 يطلع 2.26 متر مكعب بالثانية. طلاب بال يعني امتحانات بالهاي، يعني اقصد اذا كانت ورقية لازم تخلي الوحدات، يعني اذا ما تخلي الوحدات راح يكون الرقم ماله اي قيمة يعني زين. فهسه 2.26 متر مكعب بالثانية، انا شو اريد هسه؟ اريد القطر، لازم استخرج المساحة. فش اقول؟ اقول يابا الكيو سي اي هياتها، ارجع لهاي المعادلة الاولى ما يحتاج اعيدها بعد. هاي شو اقول؟ اقول يعني اعوض بهاي المعادلة، اقول 2.26 لا 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 هو هذا السؤال مو صحيح. احنا ايش عندنا هسه اخر شيء وصلنا؟ قلنا بس لحظة خلي اكتب هالمعادلة، كيو وينه؟ كيو سي اي تساوي الاي سي اي، هي هاي المعادلة مالتنا في الفي سي اي. نجي الكيو سي اي طلعناها ايش قد؟ طلعناها 2.26 كلش ممتاز، 2.26 يساوي الاي سي اي احنا نريدها لانه حتى من خلالها نطلع القطر فمجهوله اي سي اي زين. الفي سي ايش قد؟ معطينا اياها هو جاهزه 2 هاي هياتها زين 2.5. هسه كل اللي اسوي بس مجرد ارتب المعادله مالتي اي سي اي يساوي 2.26 واقسمها على هذا الرقم ال 2.5 راح يساوي لي 2.26 اقسمها على 2.5 يطلع لي 0.904
وأربعة، هذا راح يصير عندي متر شنو؟ متر تربيع، لأنه مساحة. هسه بعد ما عندي شيء، مجرد شو أقول؟ أقول يابا بما أنه هذا الأي سي إي يساوي باي دي سي إي، هاي سي إي تربيع على أربعة، إذن الدي سي إي إيش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي الجذر. ليش التربيع هو؟ الجذر مال أي سي إي مضروبة بأربعة ومقسومة على شنو؟ على باي. أجي أشوف إيش قد تطلع. هنا أخلي الأي سي إي هي إيش قد طلعناها؟ 0.904 في أربعة على باي، الكل تحت الجذر، ويساوي، خلينا نشوف إيش قد يطلع الناتج. أول شيء نخلي جذر تربيعي 0.9 مضروبة في أربعة ومقسومة على باي، يطلع لي واحد تقريبا، واحد يعني تقريبا واحد، لأن 1.07 خلينا نقول 1.1. هنا 1.1 شنو؟ متر، مو صحيح؟ 1.1 متر. هسه نجي نشوف النتائج معقولة مالتنا. عندي 1.1 متر، هذا يا هو هذا هنا 1.1 متر، وهنا عندي 0.8. اذا هذا قطرة اكبر، هذا القطر اكبر من القطر الاخر. زين، السرعة هنا 2.5، هناك السرعة ايش قد طلعناها ولا ما طلعناها؟ نشوف والله كل محتاجينها، مو محتاجينها هاي، هنا محتاجين السرعة لانه اعطانا ثلث تصريف. على كل حال، يعني يفترض انه انت من تشوف هسه الاقطار، هنا القطر الصغير سرعته كبيرة، القطر الكبير سرعته تكون بطيئة، وهكذا. طلاب، هي صح المسألة قد تكون، يعني الحل مالته قد يكون مطول بعض الشيء، مو مطول كلش لكن نسبيا مطول يعتبر، لكن دا تشوف انت بس امشي على المعطيات الموجودة عندك، ثلاث معطيات، واحد واحد على كيفك، شنو المطلوب، شنو المجهول، بي تحويل ما بي تحويل، على كيفي بالحاسبة اتشيكي راح يطلع عندي الحال صحيح. لهنا اكو سؤال طلاب؟ لهنا اكو سؤال؟ زين، اكو شي مفاهمي؟ زين، اكو شي فاهمي؟ ماني المشكلة شنو أسأل، أكو شيء مفاهمي ما حد يجاوب، فأسألهم أكو شيء فاهمي حتى أعرف. زين، خلينا نختم بشكل سريع، بس هاي البارحة أخذتوها بس نمر عليها مرور سريع، ما عدنا بعد مسائل، بس مجرد حكي. يعني يقول أنواع الجريان، طاقم الجريان صنفناه البارحة دكتور نصير، هم الرجل صنف لكم إياه على عدة تصنيفات، من ضمنها جريان ثابت ومتغير، بس ما شفنا شنو يعني الصورة مالته. الجريان الثابت والمتغير، يقول الجريان الثابت هو الجريان الذي لا تتغير فيه خصائص المائع، انتبه خصائص المائع كالسرعة والضغط والكثافة، يعني هو المفروض خصائص الجريان يقصد بها يعني خصائص المائع يقصد بها الكثافة، والجريان هي السرعة والضغط وغيرها، فلا تتغير فيه خصائص المائع والجريان كالسرعة والضغط والكثافة بالنسبة للزمن في نقطة معينة. يعني شنو؟ يعني الدلتا في هاي السمول، يعني السرعة، خليها ناخذ المؤشر، هاي الدلتا في بالنسبة للزمن راح تكون ثابتة، ما عندي تغير بالسرعة، ما عندي تغير بالضغط خلال الزمن، ما عندي تغير بالكثافة. أما الجريان المتغير فهو الجريان الذي تتغير في هذه الخصائص، يعني دلتا في على دلتا تي لا يساوي صفر، يعني نقدر نقول أنه أكو تعجيل، السائل دا يجري بتعجيل معين. يعني انتبه هنا طلاب، الجريان الثابت مو معناته السرعة صفر، هذا المقدار مو سرعة، هذا المقدار تعجيل، التعجيل صفر لكن سرعة عادي موجودة. فهنا مطيك انبوبين، شوف يقول لك هذا الانبوب قطرة ثابت، فالسرعة راح تكون بي ثابتة،
فالسرعة V1 نفسها السرعة V2 نفسها السرعة V3 نفسها V4، فالدلتا V1 ما تاخذها راح تكون شنو؟ صفر، ما عندي دلتا V، يعني ماكو فرق بالسرعة. بالأنبوب الثاني عندي توسع دا يصير، فهنا الـ V1 احنا هسه قبل شوية مو قلنا الـ Q مساوي، اوكي، لكن راح يتغير شنو هو ويا المقطع العرضي، مساحة المقطع العرضي، السرعة، فالـ V1 أقل من الـ V2، والـ V2 أقل من الـ V3، والـ V3 أقل من الـ V4، هاي 1 داعشر هيك يعني افتراض يعني أرقام دانطي، وأقل من الـ V اللي هي 5 وهكذا. فهنا من تاخذ مثلا V2 ناقص V1 الدلتا راح يكون اكو فد رقم مو صفر، اكو تغير، يعني كانما هنا السائل دا يجري بتعجيل، لكن التعجيل مالته شنو؟ تباطؤ له تسارع. من يقول لي بهاي الصوره اللي جوه؟ ها طلاب، هنا التعجيل تباطؤ له تسارعي، ليش يزداد؟ مو انا عندي المساحه لا تزداد، السرعه لازم شو يصير بيها؟ لازم السرعه تقل، مو صحيح مساحه المقطع العرضي ده تزيد. احنا ايش قلنا؟ قلنا الكيو شو يساوي الاي في الفي، زين الاي ده تزيد، الفي شو يصير بيها؟ تقل. فالفي 2 اللي هي الفي اللاحقه ناقص الفي السابقه، الفي 2 ناقص الفي 1 دائما راح يطلع بالسالب، فالتعجيل سالب يعني شنو؟ التعجيل كميه اتجاهيه، التعجيل السالب يعني شنو؟ يعني تناقص. فهنا تعجيل تباطؤ يسموه. اللي فوق هذا الرسم اللي فوق شنو التعجيل مالته؟ تباطؤ له تسارعي. ها يعني شنو نفسه؟ يعني التعجيل ايش قد هنا؟ تعجيل صفر. هي اللطيفة أقولهم تعجيل تسارع ولا تباطؤ، ما أقولهم صفر، يقولون واحد يقول تسارع واحد تباطؤ. يعني أنت واحد يسألك، أنا واحد يسألني يقول لي أنت أحمد، أنت اسمك أحمد لو 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 محمد، شو أقول له؟ أقول له لو أحمد لو محمد، أقول له لا اسمي محمد ولا اسمي أحمد، مو صحيح، اسمي أمير. هنا نفس الشيء، التعجيل لا تسارعي ولا تباطؤي، تعجيل صفر لأنه السرعة ثابتة. زين، هذا بالنسبة للجريان الثابت والمتغير، هذا دائما الشكل تذكروه حتى ترسخ ببالكم الأمور. طبعا الضغط أيضا راح يتغير، هسه تشوفون معادلة برنولي بالأقطار بالمساحات المختلفة الضغط راح يختلف أيضا، بعدين ناخذها. نجي على الجريان منتظم وغير منتظم، هذا شنو فيلمه؟ يقول الجريان المنتظم هو الجريان الذي لا تتغير فيه السرعة، مو بالنسبة للزمن، بالنسبة للمكان في زمن معين، يعني أنا من أجي في زمن معين في لحظة من اللحظات طقيت صورة للسائل بشكل عام اللي دا يجري، فأجي أشوف بالمنتظم أشوف كل نقطة من نقاط السائل، يعني لو أنصب جيتشات هنا مثلا جيتش مال السرعة فرضا، هنا جيتش مال السرعة، هنا جيتش مال السرعة، هنا جوا جيتش مال السرعة، أنصب يعني بشكل أو بآخر. زين، من أشوف هذني الجيتشات في لحظة معينة ثابتة راح أشوف السرعة ثابتة، السرعة ثابتة، يعني التعجيل يساوي صفر، مو السرعة صفر، التعجيل صفر. فهنا هذا يسموه جريان منتظم، يعني في كل مكان في كل نقطة من نقاطه السرعة ثابتة ما متغيرة. الجريان الغير منتظم لا، بالعكس، شو يصير هنا؟ راح يكون عندي من أجي أخذ مثلا لقطة في لحظة معينة، راح أجي أشوف هذا المقياس هنا راح يقرأ لي شكل، هذا المقياس راح يقرأ لي شكل، هذا المقياس راح يقرأ لي شكل. زين، أو قد يكون ذني كلها مشابهات وذني كلها مختلفات، يعني فهذا الجريان يسموه غير منتظم. شوفوا هنا راسم لك سهم كبير، هاي أسهم كبيرة راسم لك هنا، يعني سرعة عالية، وهنا أسهم صغيرة يعني سرعة بطيئة، هو نفس السائل لكن المكان تغير، هنا بالأعلى هنا بالأسفل، فيسموه جريان غير منتظم هذا. إذن هو الجريان الذي لا تتغير فيه السرعة بالنسبة للمكان، شوف بالنسبة للمكان في زمن معين في لحظة معينة، أما الغير منتظم هو الجريان الذي تتغير فيه السرعة بالنسبة للمكان في زمن معين، يعني هنا نسبة السرعة إلى المكان وليس إلى الزمان. الجريان الصفائحي والاضطرابي مثل ما قلنا سابقا أنه الجريان الصفائحي
هو جريان تتحرك فيه جسيمات الماء بمسارات مستقيمة. هذا اللي تشوفوه، هذا يسموه اللامينار فلو، جريان الصفائي، مسارات مستقيمة ومتوازية. يعني شنو متوازية؟ يعني غير متقاطعة. ويدعى أيضا الجريان اللزج، هذا لامينار فلو يسموه الجريان اللي تذكرون اللزوجة أخذناها تقريبا، هم بيها هيك مقطع إذا تتذكرون، هذا يسموه جريان اللزج. كون رقائق الماء تنزلق فوق بعضها البعض، حيث تطغى قوى اللزوجة على قوى القصور الذاتي. يعني قوى اللزوجة هي المسيطرة مو قوى القصور الذاتي. ومن أمثلته أعطاك مثال عليه، حركة الدم في الأوعية الدموية يعتبر جريان صفائحي. حركة الدم داخل أوعيتنا الدموية يعتبر جريان صفائحي. حركة المياه الجوفية بين ذرات التربة، المياه الجوفية أيضا حركتها يعتبر جريان صفائحي. حركة ماء النسخ في جذوع الأشجار، هذا الماء اللي يصعد، يعني تمتص الجذور يصعد عن طريق النسغ يسموه أو اللحاء، يصعد إلى الشجرة، هذا أيضا جريان يسموه صفائحي. الاضطراب شنو؟ هو الذي تتحرك فيه الجسيمات بمسارات متعرجة، هذا النوع مبين واضح على شكل دوامات مثل ما تشوفون أمامكم هاي هنا، حيث تطغى قوى القصور الذاتي على قوى اللزوجة. هنا قوى اللزوجة تكون ضعيفة، قوى القصور الذاتي هي اللي طاغية. ومن أمثلته حركة المياه في الأنهار، وحركة الرياح والغيوم، وحركة الدخان المتصاعد من المداخن. هنا طلاب، بس باب الشيء بالشيء يذكر، القصور الذاتي شنو معناتها؟ منو يعطيني فد يعني فد مفهوم عليه، أو فد يعني تعريف شنو القصور الذاتي؟ مر عليكم؟ نعم، شلون؟ مقاومة الجسم المن؟ مقاومة الجسم المن، يعني أقول قصور ذاتي، تتذكرون قوانين نيوتن؟ لا، بعيدا عن الجاذبية، أكو قانون من قوانين نيوتن، شو يقول؟ يقول الجسم، يمكن أصور القانون، نعم، اتفضل، إيه اتفضل. عليكم السلام، اي تفضلي. كلش ممتاز، كلش ممتاز، عاش ايدك. هنا هو هذا اللي اريد اوصل له، انه قانون نيوتن اتصور، هي ثلاث قوانين اكو، القانون الاول اتصور شو يقول؟ يعني مو بالنص، يقول الجسم الساكن يبقى ساكنا، والجسم المتحرك يبقى متحركا بسرعة ثابتة ما لم تؤثر عليه أحسن قوة خارجية. يعني شنو؟ يعني أني قاعد ساكن، ما مأثر عليه قوة خارجية، فراح أبقى ساكن إلى أن تأثر عليه قوة خارجية. والجسم المتحرك، سيارة تمشي معدل 60 كيلومتر بالساعة، هذا تمشي تعجيل صفر، سرعة ثابتة، هاي السيارة راح تبقى ثابتة ما لم تأثر عليها قوة خارجية. زين، هسه واحد يسألني يقول لي زين، احنا اني من اركل كرة معينة بالقدم، اركل كرة او ارمي كرة معينة، زين اني من سلطت عليها قوة غير، يعني غير، هي المفروض تبقى تتحرك، ليش توصل حد وتوقف؟ اقول له مو هنا اكو قوة خارجية تأثر عليها، قوة الاحتكاك، قوة مقاومة الهواء. احنا بدنا نفترض انه انت مثلا مركبه فضائيه، مركبه فضائيه بالفضاء لا اكو هواء، لا اكو كل شيء، فضاء وهيج فراغ. فمن تنطلق المركبه بسرعه ثابته راح تبقى تتحرك بهذه السرعه، ما راح ماكو شيء يوقفها او يقلل من سرعتها. فهذا هو القصور الذاتي، انه انت ما دمت متحرك بسرعه ثابته ما راح تتوقف الا تاثر عليه قوه معاكسه، وما راح تزيد سرعتك إلى أن تأثر عليه قوة، وما راح تقل إلى أن تأثر عليه قوة إذا أنت ساكن، نفس الشيء. زين، سؤال لكم، إحنا هسه، أنتم هسه كلكم قاعدين مو؟ لو أكو واحد بكم قاعد بسيارة وده يسمع، لو كلكم قاعدين بالبيت، كلكم بالبيت قاعدين مو صحيح؟ سرعتكم إيش قد هسه؟ لا لا، مو صفر، شلون صفر؟ إحنا ها؟ ما العفو، شلون مدى اسمعك؟ لا، منو قال لك ثابتين؟
من قال لك ثابتين؟ أنا ما راح أحكي، ما راح أحكي اليوم. هسه من نخلص المحاضرة كل واحد منكم خلي يدخل على النت يكتب سرعة دوران الأرض حول نفسها، خلي يشوف إيش قد سرعة دوران الأرض حول نفسها، وأنتوا شوف إحنا بسرعة إيش قد نمشي. إحنا نسير بسرعة جدا هائلة، لكن إحنا من باب التسامح، من باب إنه نشوف الأجزاء كلها أمامنا تمشي بنفس السرعة، فنحس إنه إحنا ثابتين، ولا إحنا ما ثابتين. تريد اكتب سرعة دوران الأرض حول نفسها إيش قد، سرعة دوران الأرض حول الشمس إيش قد، سرعة دوران المجموعة الشمسية إيش قد. هسه تشوف إحنا السرعة اللي نمشي بيها، نمشي بسرعة بس عند الله خبرها. على كل حال مو موضوعنا هذا، بس شوية تغيير الموضوع. زين، نجي على رقم رينولد. البارحة هم أخذته، هذا قلنا رقم مجرد من الوحدات، أخاف جاكم سؤال صح وخطأ. هو دائما يتذكر رينولد نمبر مجرد من الوحدات، ماشي؟ يمكن من خلاله هذا شنو فائدته؟ هسه واحد يقول لي هذا فائدته انه نعرف انه الجريان اضطرابي او جريان طباقي، يعني ما يخدمنا بالجريان هذا يسموه المنتظم وغير المنتظم او الثابت والمتغير، يخدمنا بالجريان الاضطرابي والطباقي. شنو هذا؟ نشوف عندنا قيمتين، هاي دائما حفظوها، هاي 2300 و4000. إذا الرقم رينولد حسبته أعلى من أقل من 2300 هذا الجريان يكون طباقي صفائحي. إذا كان الرقم رينولد أكبر من 4000 راح يكون جريان مضطرب يسموه أو اضطرابي، وإذا رقم بيناتهم راح يكون يسموه انتقالي، حالة انتقالية. رينولد نمبر البارحة ذكرت لكم يعتمد على عدة عوامل، عامل الكثافة الكتلية وعامل السرعة سرعة الجريان، وقطر الأنبوب نفسه أيضا يأثر، ولزوجة المائع نفسه، اللزوجة الكيماتية، العفو الديناميكية. بعدين شو يقول؟ يقول أنه إحنا قلنا الميو هاي اللزوجة الكيماتية شو تساوي؟ تساوي الرو، العفو بالعكس، تساوي الميو على رو، الميو على رو. زين، الرو على ميو شنو؟ الرو على ميو هو مقلوب الكثافة، مقلوب اللزوجة الكيماتية، هاي رو على ميو. فهاي رو على ميو سواها كأنما واحد على في. طبعا هاي الفي مرات كتبوها يعتبروها سرعة، مرات يعتبروها يعني بالمصادر ما أعرف يعني لزوجة كيماتية. فمن أقول لك مثلا على شنو يعتمد رينولد نمبر، هذا الرقم على شنو يعتمد؟ تقول لي يعتمد على كثافة السائل، يعتمد على سرعة السائل وقطر الأنبوب واللزوجة. طبعا تناسبهم كلهم تناسب طردي مع رينولد نمبر، ما عدا اللزوجة اللي يكون تناسبها عكسي. هاي حكيناها البارحة، شرحت لكم إياها أيضا. هذا هنا سؤال بسيط يعني ما راح نحله، بس مجرد تشوفوه يقول حدد نوع الجريان لمائع نيوتوني لزوجته كذا، طاق لزوجته نيوتن في ثانية على المتر المربع، وكثافته النسبية 0.91. انطاك هنا السبيسيفيك جرافيتي اللي هو الاس جي، انطاك اياها يعني تضربها في كثافة الماء الكتلية راح تطلع كثافة هذا السائل. يجري بسرعة 2.6 متر على الثانية، هاي متر في ثانية أو سالب واحد يعني متر على الثانية، خلال أنبوب محيطة 78.5 مليمتر. هنا تشوفون أنتوا القانون بسيط، هذا نفس القانون أجي كتبه. من قال لي حدد نوع الجريان؟ أنا علي من أركض؟ أركض على رينولد نمبر. الكثافة موجودة؟ نعم موجودة. ليش؟ لأنه مطين كثافة نسبية، مجرد أضربها في كثافة الماء، هنا شوف لاحظ كثافة الماء في الكثافة النسبية هاي الرو. بعدين الـ V موجودة مطين إياها، سرعة 2.6 متر على الثانية، حتى ما يحتاج لها تحويل. الـ D مطين إياها قطر الأنبوب، مطين هنا طلاب انتبه، أنت المطلوب منك قطر الأنبوب، فانطاك نصف قطر تضربه باثنين. انطاك محيط يعني هنا انطاك نصف قطر، انت شو تسوي؟ لازم تقول دي يساوي 2R. انطاك محيط، انت شو تقول؟ لازم تقول يا بدي يساوي السي المحيط على باي، يريد هو منك قطر. زين، فهنا القطر مطينيه، لكن مطينيه بال شو اسمه بال ها العفو اسف، منطيني محيط هو هنا،
منطيني محيط ومطيني اياه بالمليمتر، فهذا كن احوله الى متر اقسمه على الف، وبالنتيجه بعدين لازم اطلع منه شنو، اطلع منه القطر. فهنا شو يقول؟ يقول الف في 0.91 هاي كثافه الماء في في الكثافه النسبيه، مضروبه في 2.6 السرعه اللي هي الفي، مضروبه في الدي على ميو، الميو مطين اياها ايضا وحداتها مضبوطه ما بيها شيء، 38 تنزل نفسها. هنا اللعبه وين؟ اللعبه اريد القطر حتى اطلع رينولد نمبر، وصار عندي مجهولين، رينولد نمبر مجهول والدي ايضا مجهول. فهنا شو اقول؟ اقول يابا هو منطيني محيط، فانا شو اقول؟ اقول الدي يساوي سي على باي. السي المحيط 78.5 على باي يطلع 25 ملم. اضربها في 10 اس سالب 3 او اقسمها على الف راح يطلع لي تحول لي بالمتر. زين؟ طبعا هنا قلنا احنا هاي 25 مليمتر هاي 2 هيجي مضروبه في مليمتر تصير جوا والمتر تصير فوق، 1 متر الف مليمتر، فراح تصير قسمه بالنتيجه. زين بعدين شنو؟ كلها صارت معلومه عندي. اقول الف في 0.89 هاي نفس المعادله، 2.6 هياتها، 25 في 10 اس سالب 3 اللي هي هاي نفسها اجيبها اخليها هنا، والرقم 0.38 راح اشوف الرقم ايش قد يطلع، طلع لي 155.6. اذا الجريان شنو؟ لامينار اللي هو طباقي او صفائحي. ليش؟ لانه اصغر، هنا خلي بس نكتبها، اصغر من 2300. ماشي طلاب؟ هذا ايضا سؤال اخر، سؤال اخر. طبعا هذا السؤال هو جاهز يعني من كتاب جبته استقطعته. منطينا هنا منطينا ال V1، خلي هنا المؤشر هذا ال V1، ومنطينا السرعة مالته ومنطينا القطر. فد لحظة طلاب، هذا لا مو السرعة، هذا مو السرعة. منطينا هنا سرعة وهنا منطينا قطر، هنا منطينا سرعة أيضا ومنطينا قطر، ومنطينا سرعة وقطر. فهنا شو يقول؟ رينولد نمبر هنا شو ها العفو آسف، هاي شوف اللزوجة، شوف حتى هنا هاي اللزوجة الكينماتية، قلت لكم الرمز مالتها يشابه ويا السرعة. هاي اللزوجة الكينماتية، يعني شلون نكتبها؟ هنا اللزوجة الكينماتية وحداتها يعني ملي متر مربع، متر مربع، سنتيمتر مربع على زمن. فهنا هذا فكرة أخرى بي، هذا ما مطيك الميو، مطيك هذا الرمز يسمونه نيو، رمز لاتيني نيو بال يعني بالان. فأستخدم القانون نفسه اللي بي لزوجة كينماتية الفي آسف الفي في الدي على اللزوجة الكينماتية، الألف مليمتر في 10 ملم على الثانية، هاي 10 ملم على العفو هاي هو هنا شو مسوي؟ 10 هاي 1000 ملم. ليش 1000 ملم؟ لأنه هنا منطيني السرعة بالمتر فحولها مليمتر باعتبار اللزوجة أيضا بالمليمتر، فحول لي المتر مال المتر متر على الثانية حولها إلى مليمتر، ضربها في شنو؟ في 1000. ال 10 ملم هياتها اللي جوا، وهاي الثانية، الثانية هاي طبعا هنا لازم تجي، لا 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 تنقلبي رجاء، اي هاي هنا لازم تجي. بالنتيجة هو ضرب ما يأثر، فهاي العشرة يا هي هاي السرعة، هاي السرعة، هاي شنو الثانية؟ هاي القطر، وهاي شنو؟ هاي اللزوجة اللي هيجي لزوجة كينماتية اللي هي النيو 1. فحاصل ضربهن وحدات متشابهة حولتها، طلع لي رقم مجرد من الوحدات هو هذا رقم رينولد. نجي على المعطيات الأخرى، رينولد رقم 3 المقطع الثالث. مو تدرون طلاب أنتوا الجريان بالأنابيب يختلف، يعني قد يكون في مقطع من مقاطع طباقي، في مقطع من مقاطع قد يكون اضطرابي، اعتمادا على شنو؟
لأنه عند قطر الأنبوب لاعب مؤثر برقم برنولي. فالقطر من يتغير حتى وإن كانت الكثافة ثابتة، اللزوجة ثابتة، السرعة ما راح تكون ثابتة، قطر متغير السرعة راح تتغير، فراح يأثر لي على رقم رينو. فهنا المقطع الثاني يقول 4000 ملي متر، مين جابها 4000؟ هذا 4 متر على الثانية حولها إلى ملي متر فضربها في ألف، 4000 ملي متر في 5 متر، عفوا 5 ملي متر اللي هي هاي تقسيم 40 ملي متر تربيع. ها طلاب، بس فالسؤال لكم، فالسؤال هاي الثانية شنو؟ هاي الثانية شنو؟ هو راح يطلع خالي من الوحدات، بس هيك فالسؤال، وهاي الثانية من شلون جتي؟ من يقول لي؟ بس لا عفتوني رحتو. ادري طولت عليكم، بس هنخلص هاي وافضكم، بس جابوني على هذا السؤال، هاي الثانية من جتي وهاي الثانية من جتي. ها جوا بالمقام شنو عندي؟ مو عندي مليمتر مربع، هذا مليمتر مربع على الثانية، وهنا مو عندي مليمتر الفي على الثانية، فهاي المليمتر على الثانية، الثانية راح تنزل بالمقام، هاي الثانية راح وين تصعد؟ مقام المقام راح يصعد بس، فهاي الثانية مالت من؟ مال الزوجة صعدت لي فوق، وهاي الثانية مال السرعة نزلت لي جوا، لأنه احنا ايش عندنا؟ عندنا مقام المقام، هاي يعني شوف شلون حفظوها، مقام المقام يصير بسط، يصير بسط زين. مقام البسط، مقام البسط شو يصير؟ يصير مقام، فهاي الثانية مقام البسط وين تنزل؟ يصير مقام، ومقام المقام يصعد وين؟ بسط. صارت واضح طلاب لهنا؟ حتى ننهي المحاضرة إن شاء الله. طبعا عندنا أسئلة بعد، إذا هاي أنتوا يعني هاي محلولة بس تشوفوها، وعندنا هذا الجريان القابل للانضغاط وغيره.